السلام عليكم ورحمة الله. أثار فيديو متداول لطفل فلسطيني يودع والده الذي استشهد في قصف لجيش الاحتلال الصهيوني على بلدة جباليا شمال قطاع غزة ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي. الفيديو أظهر الطفل وهو يركض في جنازة والده ليلاحقه وهو في حالة انهيار وبكاء شديدين، فيما حاول بعض المشاركين في الجنازة إمساكه وتهدئته لكن دون جدوى. وعندما وصل الطفل إلى مقدمة الجنازة حيث كان والده محمولا على الأكتاف، أخذ يناجي أباه قائلا: الله يسهل عليك يا بابا. قالها خليك فيما تداولت صفحات على موقع تويتر صور للطفل بعد دفن والده، إذ حمله المشيعون على أكتافهم وبدا الطفل وهو في حالة صدمة ويلوح بيديه لوداع والده. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.